مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في الفيديو ده باذن الله هقول لك على افضل 3 طرق تقدر تسرع بيهم الموبايل بتاعك تقريبا 10 اضعاف سرعته الحاليه، ومش بس كده كمان هقول لك على طريقه تقدر تسرع بيها الالعاب، سواء الالعاب ببجي او فورتنايت او اي لعب عندك على الموبايل او اي برنامج حابب ان انت تسرعه لاقصى درجه. يعني بعد الفيديو ده انسى ان الموبايل يهنج منك، انسى ان الموبايل يعمل لاج، بس الاهم من ده ان انت دلوقتي تنزل تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتنزل تقول لي في الكومنتات اذا كانت الطريقه فعلا اشتغلت معاك ولا الموبايل لسه فيه مشكله. وللمعلومه الطريقه دي هتشتغل على موبايلك مهما كانت الرامات بتاعته، يعني رامه 2 جيجا زي رامه 4 جيجا 6 جيجا 8 جيجا، احنا هنقدر نظبط كل ده في الموبايل. يلا بينا بقى، ما تبخلش عليا باللايك الجميل، وتنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه لي تحت في الكومنتات وانا برد على جميع الكومنتات اللي بتوصلني. يلا بينا ندخل للشرح. هنبدا كده يا شباب ان احنا نروح على الضبط، وبعد كده هننزل تحت خالص لحد ما نوصل حول الهاتف، وبعد كده هنبدا نروح على معلومات البرنامج. هنوصل هنا عند حاجه اسمها رقم الاصدار، هنضغط عليها 7 مرات بطريقه متتاليه لحد ما يقول لي اكتب كلمه السر الخاصه بيك على الموبايل. هتكتب كلمه السر الخاصه بالموبايل، بعد كده هتقول له متابعه، هيقول لك تم تفعيل وضع المطور. دي اول حاجة ان احنا هندخل على وضع المطور، وبعد كده نبدأ نشوف بقى هنضغط على ايه. للمعلومة يا شباب، الحاجتين اللي بيتحكموا في سرعة الموبايل هما الرامة الخاصة بالموبايل، الحاجة التانية هو حجم التطبيقات اللي شغالة على الموبايل. فانا عشان ما اطولش عليك كده ادخل معايا على خيارات المطور، بعد كده هنبدأ ننزل تحت كده، وبتأني وما تلعبش هنا في أي حاجة أنت مش عارفها، ابدأ انزل. حابب تسألني على أي حاجة في القائمة دي فأنا هكون موجود معاك، ابعتلي في الكومنتات وأنا هقولك الاختيار ده بيعمل إيه بالظبط. هنبدأ ننزل لتحت كده يا شباب مع بعض، أهو كل ده كده ملناش دعوة بيه. بنزل، جيت هنا يا شباب عند الرسم او الرسومات، هلاقي هنا حجم الرسوم المتحركة للنافذة، دي اول حاجة هدخل عليها هقول له ايقاف. حجم الرسوم المتحركة للنقل هقول له ايقاف. طول مدة الرسوم المتحركة هقول له ايقاف. محاكاة الشاشة السنوية دي انا هسيبها زي ما هي، مش هلعب فيها نهائيا. كده احنا سرعنا الانيميشن الخاص بالموبايل اللي هو التنقل الخاص بالموبايل، يعني وانت بتدخل لحاجة او بتطلع من حاجة هتلاقي ان الموبايل بقى اسرع تقريبا 10 مرات من وضعه الحالي. طيب الحاجة رقم 2 وهي البرامج او التطبيقات اللي شغالة على الموبايل، دي انا اقدر اسرعها ازاي؟ وانت في نفس القائمة مش هتخرج، هتبدأ تنزل لتحت اهو. في حاجة هنا اسمها الالعاب الجي بي ووتش، دي ما تلعبش فيها نهائيا، دي نصيحة مني عشان دي بتدمر الموبايل. هتبدأ تنزل، هنوصل هنا عند التطبيقات. التطبيقات دي يا شباب هنلاقي اول اختيار هو عدم الاحتفاظ بالانشطة او محو كل نشاط فور مغادرة المستخدم له، لازم تفعل دي، ودي هتفرق معاك كتير جدا. طيب الناس هتقولي طيب دي هتفرق معايا في ايه، او انا هستفاد ايه من تفعيل الاختيار ده؟ ان انت بعد يا صديقي ما بتدخل على اي برنامج، يعني انا مثلا لو طلعت بره خالص كده وبدأت ان انا دخلت على جوجل وبعد كده طلعت، فجوجل كده بيفضل شغال، فالناس هتقول لي اه انا هقفل كده من هنا فكده خلاص انا كده البرامج اتقفلت. لا يا سيدي الفاضل، الرام الخاصه بالموبايل بتفضل محتفظه بالبرنامج ده، وده اللي بيبدا يبطئ معاك ايه الموبايل. فانا هدخل كده مطرح ما كنت اهو، الخطوات تاني الضبط، هنزل لتحت خالص، وصلت لي خيارات المطور، هبدا انزل لتحت كده بالشكل ده لحد ما هوصل هنا عند البرامج اهو. وصلت عند التطبيقات او البرامج، فعلت الاختيار ده، بعد كده هدخل على الاختيار التاني وهو حد العمليات بالخلفية، هدخل عليه كده وهقول له الحد العادي دي هقول له لا انا عايزة تعمل لي ليست هناك عمليات بالخلفية،
بس يا شباب كده ده ممتازة جدا لو انت الرام الخاص بموبايلك 2 جيجا. طيب لو انت الرام الخاص بموبايلك 4 جيجا هتختار عملية واحدة بحد أقصى. طيب لو الموبايل بتاعك 6 جيجا رام هتعمل عمليتين بحد أقصى، 8 جيجا رام فانت تقدر تعمل 3 عمليات بحد أقصى. حابب الموبايل دايما معاك يكون سريع جدا تقدر تعملها، ليست هناك اي عمليات بالخلفية، وهتطلع كده تعمل الغاء وتتأكد ان هي هنا معمولة. وبعد الشباب عملنا الخطوتين دول وقدرنا ان احنا نسرع الموبايل، فاضل عندنا حاجة اخيرة خالص وهي تسريع الالعاب. لو انا عندي لعبة وعايز ان انا اسرع اللعبة دي على الاخر، او ان انا حابب العب على اعلى معدل فريمات للعبة دي، فانا هعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت هتدخل تاني على خيارات المطور، بعد كده هتبدأ تنزل لتحت، وركز معايا جدا في الخطوة دي. هننزل وهنلاقي هنا اختيار اسمه برنامج تشغيل الرسومات، هضغط عليه كده. لو نزلت لتحت هلاقي هنا جميع التطبيقات او البرامج او الالعاب الموجودة عندي على الموبايل. انا تقريبا هنا يا شباب عندي لعبة واحدة على الموبايل، فانا هدور عليها كده لحد ما الاقيها. تمام، هننزل اهي دي يا شباب الترافيك دي لعبة عربيات موجودة عندي الموبايل. انت طبعا لو بتلعب بابجي او بتلعب اي لعبة هتدور على اسم اللعبة، هتلاقي ان هي على افتراضي هتعملها سيستم جرافيكس درايفر وتسيبها على كده يا شباب. طيب في حد ممكن يقول لي طب ينفع اعملهم كلهم كده؟ لا، انا الخطوة دي ما انصحكش بيها. انا انصحك ان انت تعمل فقط الالعاب اللي انت بتلعبها، سواء واحدة او اتنين او تلاتة، مش اكتر من كده، عشان الموبايل يفضل معاك بجودة كويسة. بعد ما فعلتها كده يا شباب، كده لو رجعت تلعب اللعبة تاني هتلاقي ان اللعبة بدأت تشتغل بأعلى كفاءة عندها. طيب انا كده عملت ايه؟ كل اللي انا عملته ان انا خليت ان قوة البروسيسر الخاصة بالموبايل وقوة الرامة اللي موجودة في الموبايل كلها طول ما انت بتلعب اللعبة دي كلها تتوجه للعبة دي فقط، ما تشغلش اي حاجة تانية معاها. وده كده يا شباب كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب ان انتوا تقدروا تعبي، تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي.